أول شيء عندي مويه، نص كوب مويه دافيه. بعدين بالملعقة المعيارية راح أنزل مو الملعقة الكبيرة، نص الملعقة الكبيرة سكر ومثلها خميرة، وراح أغطيها وأخليها تتفاعل. هذه المرحلة الأولى أول ما تبدين العجينة، والحركة هذه ما هي ضرورية بس عشان تتأكدين إن الخميرة عندك فعالة، وعشان تسرعين تفاعل الخميرة. بكده راح أغطيها وأجهز مقاديري الباقية. هذا الخميرة عندي تفاعلت، لو تشوفون شايفين كيف تفاعلت ارتفعت. دحين راح أنزل عليها علبة زبادي، وراح أنزل عليها مقاديري الباقية. راح أنزل عليها، اللهم صل على محمد. نخلط السوائل في الأول، اللهم صل على محمد. الحين راح أنزل عليها الدقيق بعد ما خلطت الزبادي مع الموية والخميرة، ونزل عليها الملح ونعجن. عندي زيت لكن راح اخلي الزيت في المرحلة الأخيرة بعد العجن. بعد ما جنتها راح انزل عليها الزيت وارجع اعجن مرة ثانية. بعد ما جنتها راح انزل عليها الزيت وارجع اعجن مرة ثانية. بعد ما جنتها راح انزل عليها الزيت وارجع اعجن مرة ثانية. بعد ما جنتها راح انزل عليها الزيت وارجع اعجن مره ثانيه. وهذه عجينتي خلصت، راح اخليها تخمر، تاخذ من 35 دقيقه ل 45 دقيقه، واذا الجو بارد ممكن تاخذ ساعه. المهم انك تتاكدين انها خمرت. بعدين نبدا في التشكيل. خمرت عجينتي زي ما تشوفون، وكورتها، وعندي هنا دبس تمر وراح انزل على مويه، هذا اخفف بمويه. وممكن اللي ما عندها دبس تمر تستخدم عسل. عندي هنا دبس مخفف بمويه، وعندي هنا سمسم محمص زي ما تشوفون. راح اخذ واحده من العجينه اللي سويتها كورتها، واحطها بالدبس، وحطها السمسم، ورجعها بالصينية زي ما تشوفون. وراح أخلص كل الكمية وارجع لها. عندي حشوة هنا راح أسويها، عندي جبنة فيتا مع لبنة مع رشة نعناع ناشف، وممكن إضافة بقدونس أو زيتون حار. عندي هنا دقيق كاسة، وراح أغلفها بالدقيق زي ما تشوفون كده، واضغط على العجينة زي ما تشوفون عشان يتكون عندي فراغ احط فيه الحشوة، وراح اكمل كل العجينة بنفس. سويت فيها التجويفات هذه، وراح انزل عليها حشوة اللبنة، وزع عليها حشوة اللبنة زي ما تشوفون. سويت فيها وزعت اللبنة زي ما تشوفون، وراح انزل عليها، اللهم صل على محمد، جبن موزاريلا على كل الكمية، وراح انزل ادخلها الفرن. وهذه فطايري، وراح ادخلها دحين على فرن صافن درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت لحد ما تستوي. أحلى وألذ فطاير. وبالعافية علي وعليكم.